في بقى واحد اسمه الشيخ عابر وهو صوت الحكمة في الرواية. هنشوف شهبون تاجر من تجار أدوم. هنشوف يا جماعة كمان بنت واحد الفرق لازم يكون موجود. أروى دي اللي هي بنت ابن الشيخ عابر، يعني الشيخ عابر هي ده بنت نابت، وطبعا نابت هو أحد يعني أبناء إسماعيل عليه السلام. ده بقى إيه؟ يعني أقدر ألخص الرواية دي بعظمتها إيه؟ معرفة درامية أو دراما معرفية، اخترت المصطلح الإعجابي. يعني هذه الرواية يمكن أن تقول أنها معرفة كبيرة جدا، ولكن بشكل درامي، بشكل مهم جدا عشان ما تزهقش. ما أنا ممكن أقرأ الكلام ده في التاريخ بطريقة معينة. لا، في الرواية دي في مصطلح نقدي يمكن إن احنا نقوله، وهو إيه؟ أنها رواية المعرفة الدرامية أو الدراما المعرفية. طيب هيمروا بقى دول وهم مجموعة من التجار، هيمروا حتى أحداث جسام جدا عشان يحدث اللي بعد كده. هيجي معاهم رايحين بقى بكة، هو طبعا استخدم مصطلح بكة، وطبعا هو في منتهى الدقة في الكلام اللي هو بيختاره. شوفوا بقى ابن شمعون اللي هو كان في التيه مع بني إسرائيل، ثم يفاجأ أنه يتعرف على القبائل العربية ليخرج من المنفى. ده كان من أهل الكهف، يعني العالم بالنسبة إليه كان هو فقط عالم بني إسرائيل، عالم المؤمنين فقط، عالم البشرية فقط. لما تعرف على عالم العرب حدثت له صدمة، إن جازت عليه صدمة حضارية وصدمة دينية. الله، ده مش إحنا بس الموحدين، ده العرب كمان موحدين، ده عندهم نبي اسمه إسماعيل، ده إحنا كنا بنحسب بس إن إحنا عندنا إسحاق ويعقوب وموسى إلى آخره. ده عندهم بيت اسمه سيدنا ابراهيم بنى بيت في مكه. على الرغم من ان الروايات او روايه التوراه لا تعترف، ده بقى جزء مهم جدا، ان الدكتور انحاز طبعا الى الروايه الاسلاميه. بمعنى ايه؟ هو في التوراه عندهم في بريه اسمها بريه فران، بس فين حدود بريه فران؟ احنا بنقول ان احنا بريه فران تنبت حتى مكه، لان في جبال في مكه اسمها جبال فران. لا، هم خلوا بريه فران منطقه محصوره بين خليج العقبه وبين خليج السويس، لا حتى لا يعني لا تمتد الى شمال الجزيره العربيه. هو نوع بقى من الايه؟ من نوع من الانغلاق اليوم، فكره الانغلاق النبوه علينا احنا فقط. فهو الدكتور لا يا جماعه، لا بريه فران موجوده لحد المنطقه. طيب مش هل الدكتور انتهى كده؟ لا، ده لما وصل مكة بقى فوجئنا ان هو بيعرض لنا اجزاء مهمة جدا يا جماعة، اللي هي فكرة الخلاف بين قبيلة كرهم وقبيلة خزاعة بقى. عمرو بن لحي ده بقى سيد ايه بقى؟ سيد بني خزاعة، والخلاف اللي حصل على الايه؟ على الحرم وعلى سدنة البيت الحرام، مين اللي هيكون مسؤول عن السقاية وعن سدنة البيت؟ خمس دقايق ولا؟ فإذا شايفين الامتداد؟ طيب هنختلف بقى مع الدكتور. طبعا الروايه عظيمه زي ما قلنا، مثقف كبير، مبدع كبير. نيجي لبعض المناطق الاختلافيه. طبعا في حاجات موجوده في القران ليست موجوده في التوراه. يعني مثلا قصه اصحاب السبت اللي هم تحولوا الى قرده خنازير، دي موجوده في القران مش موجوده في التوراه. فالدكتور ذكرها ولا توجد مشكله، لكن هو سؤال، هو مين اللي قال إن هذه القصة حدثت في عهد موسى، في زمن موسى؟ مثلا يعني إيه هي المصادر التاريخية اللي مع إن عندنا لو رجعنا بقى تماما القصة موجودة في التراث الإسلامي، يبقى ينبغي أن يكون المرجع هو المرجع الإسلامي. طب إحنا عندنا أكثر المفسرين وبعض الصحابة ومنهم ابن عباس أن هذه القصة حدثت في زمن داوود عليه السلام. فإحنا لازم الدكتور طب ليه الدكتور خليتها في زمن موسى عليه السلام مش في زمن داوود؟ ده الأمر الأول. الأمر الثاني إن ابن عباس قال إن هي في منطقة اسمها أيلة أو إيلة، اللي هي جنب عصيون جابر، بتروح على عصيون جابر. فإحنا بنسأل طب أنت ليه ما خدتش مقولة ابن عباس وخصتها؟ إن إيلة هي إيلة. إيلة مذكورة في التوراة يا جماعة. وإذا نطقنا التير المربوطة تير مفتوحة، إيلة هتبقى إيلة. وإيلة هي إيلة، وفي نفس المنطقة. فإحنا بنسأل الدكتور سؤالين. السؤال الأولاني، هذه القصة ما المصادر التي رجحت أنها حدثت في عهد موسى، على الرغم من أن المصادر الإسلامية ترجح حدوثها في عهد داوود عليه السلام،
الامر الثاني طب انت المصادر الاسلاميه بتقول ان هي قيله او ضعيفه، حضرتك قلت عصيون جبل مع ان قيله موجوده، يعني موجوده في نفس التوقيت بنفس الاسم. فده احد الاسئله اللي احنا بنقولها للدكتور. السؤال الثاني قصه عمرو بن روحاني كويس والنزاع الذي حدث. الدكتور قال ان هو كان معاصرا لزمن موسى عليه السلام. المصادر التاريخيه ترجح ان ذلك كان في عصر المسيح عليه السلام. ترجح ان ذلك كان في عصر المسيح. هل الدكتور اعتمد على مصدر ربما نحن لا نعرفه، ام هو الدكتور يعني قام بعمليه حسابيه تخصه وجمع الاحداث في تلك الحاله؟ لو كان في مصدر طبعا احنا طبعا يهمنا نتعرف عليه. لو كان عمل عمليه حسابيه انا اختلف مع الدكتور في هذه العمليه الحسابيه. ليه اختلف معاه في العمليه الحسابيه دي؟ لان مهما عملنا عدد طبعا بني اسرائيل عدوا دي مصر عملوا عمليه حسابيه. بعض المصادر تقول 430 سنه ومصادر ثانيه تقول لك لا 200 سنه فقط او 230 سنه. احنا مش طب نستنى بعد كويس. طبعا في مراحل تاريخيه ممكن نختلف مع الدكتور فيها. فكره ان في 60 سنه وقال في السنه 60 من الخروج، هل هم كانوا في الفتره دي لسه موجودين في سيناء ولا كانوا خلاص وصلوا لاورشليم؟ انا مش بتكلم في المنطقه دي لان انت مصادر اخرى يعني بنختلف شويه بس. السؤال اللي احنا بنوجهه للدكتور، الولد ده عنده 7 سنين كويس وكتب الروايه باللغه المصريه القديمه، خد بالك عشان ده كلام مهم. طب ولد عنده 7 سنين حصلته من الحياه انه يعرف كلمه طائر، كلمه حق، كلمه نهر، هل يستطيع طفل في تلك السن ولم يكن هناك مدارس ولا جامعات، امه كانت بتعلمه بس كانت بتعلمه اللغه الشفهيه وليست اللغه المكتوبه، مهنه الكاتب في ذلك التوقيت كانت مهنه عسيره جدا ولا تتاح لاي احد. هل الام هتعلم ابنها كل هذه المصطلحات الجبار ان يكتبها؟ مش بس ان هو يقولها، يعني احنا ممكن نتغاضى عن ان يقول هذا الكلام. مع ان انا طبعا انا عندي كنت اقترح على الدكتور حاجه وده مش من حقي، ده مجرد اقتراح لان انا مش من حقي اتدخل في عمل ده من ايه المهم. لكن هل طفل 7 سنين وبعد كده بيكبر يستطيع ان يكتب وهو حصلته اللغويه ده؟ احنا وانا في اولى ابتدائي بيبقى عندي 20 كلمه، وانا في ثانيه ابتدائي بيبقى عندي 80 كلمه، وانا في ثالثه ابتدائي بيبقى عندي مثلا 400 كلمه. هل وانا في مدرسه وعندي عصر الانترنت، هل طفل منعزل عن العالم وامه جاريه يمكن ان يكتب هذا العمل الابداعي باللغه المصريه وهي لغه تصويريه؟ انتوا واخدين بالكم؟ فانا محتاج كان الحل عندي ان هو كتب في مراحل مختلفه بعقليه طفل ثم عقليه شاب، وفي النهايه قبل ما يموت اعاد الكتابه مره. كان حل كويس قوي يريحني انا كقارئ ان انا بقى اعيد التوقيت ده باللغه والنطق لاني المستوى ثابت. ما هو انت لو طفل بيكتب يبقى لازم اشوفه ازاي طفل بيكتب ثم هو شاب اشوفه هو شاب. لا ده انا شايف ثبات المستوى الفكري في الكتاب ده ازاي. يبقى انا كنت عايز بس في النهايه يكون في مبالغه. الحاجه اللي بعد كده لما حصل له مشكله في ايده الطفل ده لا بيلعب كلمه باللغه السريانيه وهو يقول انا كنت افهم بعض السريانيه او شبيهه من المصريه. ما كانش في لغه سريانيه في ذلك الوقت. انت حضرتك دلوقتي بتقولي ان دي فتره طبعا انت حضرتك ما حددتش لكن لو احنا خدنا ان القصه دي وفقا لمنهج علمي خلاص المنهج العلمي بيقول ما فيش الكلام ده. لو احنا اخترنا بقى وفقا للروايات الدينيه ان فرعون مره كان تحكمه ست ثالث او رمسيس الى اخره، فانت قدام حضرتك لو احنا اخترنا يعني اكثر الفترات او المراحل الزمنيه قربا منا هيبقى رمسيس الثاني. رمسيس الثاني ميت 1215 1220 يعني انت بقالك 1200 ثم قبل المسيح نضيف عليهم 1000 سنه يبقى انت حضرتك عندك 2200 او 2300 سنه. ما كانش في لغه سريانيه. اذا كان المسيح نفسه كان بيتكلم الاراميه والسريانيه كانت بنتا للاراميه، فكيف بطفل يعرف السريانيه والسريانيه اصلا؟ يعني في عندنا مشكلتين ان الطفل عارف سرياني وبعد كده كمان السريانيه اصلا لم تكن موجوده في هذا اللغه. الاشكاليه الثالثه دي بقى تخص الشعراء وال ان هو خلى الجرهمي عمرو بن الحارث الجرهمي يقول شعر، وانت حضرتك مرجح دلوقتي ان هذه الاحداث بقى لها 2500 سنه. طيب المؤرخين بيعتبروا عمر الشعر الجاهلي
250 300 سنه قبل الاسلام. ايوه يقول عمرو بن الحارث يقول قصيده من بحر الطحالبان مني. انا اتمنى ان يكون عمر الشعر الجاهلي 4000 و5000 سنه. ده انا اتمنى ده. وعلى فكره انا مع ان الشعر الجاهلي اقدم بكثير من يوم القيس بكثير، بس ما عنديش دليل يعني. فهو الروايات اللي موجوده روايات ابن اسحاق. فالمهم المؤرخين العرب والمسلمين قالوا روايات ابن اسحاق مضروبه. ده شعر منحور. فاذا لكن هو اداه طبعا هقول ايه؟ ماشي هو في حقه ان هو يختار حتى في بعض الروايات الضعيفه، لكن هو المشكله ان هو بيقول كانوا يجتمعوا عند الصف بذلك التوقيت اللي هو التوقيت المعاصر للمسلم لكي يقولوا الشعر عند الصف. انا مش قلت الكلام ده، انا زي ما قلت حقك انا محتاج، انا عندي تساؤلات للدكتور. خلاص؟ موضوع موسى والخضر موجود. يعني كل ما تتخيل موضوع البقر على الرغم ان موسى والخضر مش موجود في التوراه، لكن هو حكاها بشكل هايل جدا. الدنيا بقى الروائيه انا مش عايز افكر منها. لو عايز ان اتكلم بقى في بنيه الروايه والسارد والروايه اللي مش عندنا شويه واحد، عندنا رواه متعددين، وعندنا بقى هنسمي شمعون ايه وهختم كده راوي الرواه. ده مصطلح موجود راوي الرواه، ان هو بيسمع حكايات هو ما شافهاش من اطراف ثانيه وهو اللي بينهلها. يبقى في رواه متعددين ولكنه راوي الرواه. بنعرف اللي حصل برضه من خلال الشمعون. لكن بنابا لهذا عمل ضخم، هذه رواية مدحانية. أول حاجة هتفكر هيطلع بمعلومات تاريخية في منتهى وفي غاية الأهمية. هذه الرواية سوف تظل محفورة في ذاكرة الأجيال. بشكر جدا هذا الكاتب الكبير بلا شك. أي والله استمتعنا بحضرتك ولا اسف لاي طلب، بس انا اسف. طماع جدا يا باشمهندس.